ولا ما نستهونش بالمرض ده، لان المرض ده فيروسي ممكن ينتشر بين الحمام كله ويصيب الحمام عامه. اول حاجه هنعملها ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحه واحسن حال، وحشتوني جدا جدا. بدايه بس عايزه اقول لكم على موضوع، عايزاكم بس فضلا وليس امرا تروحوا للمنتدى عندي على القناه، قسم المنتدى، تشوفوا انا عامل استطلاع راي هناك. يا ريت طبعا رايكم يهمني جدا جدا جدا، عشان انتم عارفين طبعا انكم اخواتي وعيلتي التانية، فلازم طبعا اخد رايكم في كل حاجه خاصه بالقناه. فيا ريت تروحوا بقى قسم المنتدى وتشاركوا ايه استطلاع الراي، تمام كده؟ طيب النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده هو هيبقى مختصر كده وبسيط، وان شاء الله مش هيبقى طويل. انا لقيت حاجه غريبه كده عندي عند الحمام في الزغلول ده. بصوا لو تلاحظوا الزغلول ده، الزغلول ده الحصاله بتاعته لقيتها مليانه هوا بالطريقه دي. طيب ده من ايه بقى؟ ده يا جماعه يا ريت يا ريت ما نستهونش بجد بالموضوع ده. الموضوع ده بيبقى فيروس، بيبقى فيروس بيجي في الحصاله بتاعه الحمام، ان كان الحمام الكبير او الزغاليل الصغيره. طب ايه ده، حله ايه؟ في ناس للاسف الشديد بتغلط وبتخرم الحصاله بتاعه الحمام. هو صراحه انا مش عارفه الاجراء ده صح ولا مش صح، بس انا بستحرم اعمل حركه زي دي. فبصوا ممكن انتم هتعملوا ايه بقى، هتفضوا الهواء من الحصاله بتاعه الحمام بالشكل ده، بس انا مش عارفه اتحكم عشان ماسكه طبعا التليفون بالايد الثانيه. هعمل ايه؟ هفتح بق الحمام وهدوس على الحصاله كده لحد ما افضي الهواء منها خالص خالص خالص. ومعايا هنا ايه؟ ده فلاجيل. فلاجيل اللي معايا ده 500 يا جماعه، انا كنت عايزه 250، المفروض هو 250، ادي ربع قرص للحمام من 250، لكن ده 500، فهدي ايه؟ هدي نص الربع، بمعنى هقسم القرص 4 ارباع والربع هقسمه نصين تاني، وهدي ايه لفرد الحمام؟ هدي لفرد الحمام في بقه. انا كنت هنا اخر النهار للاسف، انا ما كانش معايا حاجه الا الفلاجيل، فديت له الربع ده من الفلاجيل. وبعد كده بقى الصبح ان شاء الله هجيب له ايه؟ هجيب له خلطه الثوم والليمون. خلطه الثوم والليمون دي احطها للحمام كله جماعي علشان الحمام ياكل منها. وهدي للزغلول ده برضو حاجه تانية يا جماعه، يعني انا اخر النهار هدي الفلاجيل، والصبح هدي للحمام. طبعا انا بقول لكم هنا دي الخلطه، انا عملتها هنا الليمون مع الثوم وهخلطهم كويس. انا طبعا ما عنديش كلفه الصراحه، فده شعير وغله القمح يعني، تمام كده؟ طيب قلت لكم ان انا طبعا هحط على الاكل خلطه الثوم والليمون مده 5 ايام متواصله، مده 5 ايام متواصله. طيب هعمل كده بس؟ لا، هجيب حاجه مهمه جدا، زيت الزيتون يا جماعه. زيت الزيتون من الحاجات المفيده جدا في المرض ده. هدي الفرد الحمام ده اللي هو الزغلول الصغير ده نص سنتي في بقه، نص سنتي وبس في بقه مده 5 ايام. يبقى يا جماعه اولا ما نستهونش بالمرض ده، لان المرض ده فيروسي ممكن ينتشر بين الحمام كله ويصيب الحمام عامه. اول حاجه هنعملها ايه؟ اولا كده بعزل فرد الحمام بعيد عن الحمام خالص، وابتدي بعالجه، بحط له زي ما قلت لكم نص قرص فلاجيل 250، او انا حطيت تمن قرص فلاجيل 500، تمام كده؟ وبحط للحمام كله جماعي خلطه الثوم والليمون، وبحط له في الميه، لان الفيروس ده ما بيعيش في الوسط الحمضي يا جماعه، فبحط له يا اما خل ابيض اللي هو بتاع البيت عادي، لو ما فيش خل تفاح، لو في خل تفاح يبقى يفضل ان احنا نحط في الميه ايه؟ خل تفاح للحمام كله. وطبعا بعد ما هنفضي الحصاله بتاعه الحمام وهنديه فلاجيل، ما ننساش ان احنا ناكل الحمام او الزغلول ده، عشان ممكن يكون ايه؟ مش بياكل لوحده. طبعا لما هنعزله الزغلول الصغير انتم شايفينه ده لسه اهاليب بتاكله، فانا هبتدي اكله في الصبح بايديا انا الصبح واخر النهار. لو الحمام الكبير برضو ولقيناه مثلا الحصاله بتاعته فاضيه او مش بياكل، لان في حمام ما بياكلش مع الحاله دي، مع انتفاخ الحصاله، حتى لو فضيناها ممكن ترجع تتملي تاني، فمش بيعرف ياكل. نبتدي احنا برضو ايه؟ ناكل الحمام من الاكل اللي هو فيه الخلطه بتاعه الليمون والثوم دي. وقلت زي ما قلت لكم نص قرص زيت زيتون للحمام في بقه الزغلول الصغير. الحمام الكبير، لو الحمام كبير بيبقى قرص كامل زيت زيتون. الموضوع ده بنكرره قد ايه؟ بنكرره من 5 ايام لاسبوع على حسب شده الحاله. طبعا الموضوع ده كله يا جماعه بنعمله مع الاهتمام بالنظافه والتطهير باستمرار بالبتادين والكلور والمطهرات اللي بنطهر بيها ايه المكان، تمام كده؟
طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبتكم النوعية دي من الفيديوهات برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات، لو في أي حاجة عايزين نعملها معاكم برضو قولوا لي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.